التحق بنا عبر الهاتف استشاري الامراض المعديه الدكتور عبد الله الحقيل. مساء الخير دكتور عبد الله. وابدا معك دكتور عبد الله. قبل قليل على شاشه الاخباريه كان هناك عاجل الامم المتحده تعلن عن خطه انسانيه لمواجهه كورونا. سؤالي لك هنا دكتور عبد الله، ما هي الخطه التي من الممكن ان تعمل عليها الامم المتحده؟ هل هي المقصوده هذه الخطه توفير الادويه او اللقاحات او معدات طبيه او غيرها؟ دكتور تفضل. حياكم الله وأرحب بكم بالأخوة والأخوات المشاهدين. أهلا بك. حقيقة الأمم المتحدة التركيز على الدول النامية والفقيرة التي لا تملك الإمكانيات سواء فحوصات الكواشف أو حتى لتأمين العلاج، وهذا هو مربط الفرس لأن هذه المشكلة مع هذا المرض. أما بالنسبة للدول القادرة في الموضوع يعني في حكم المنتهي إن شاء الله قرب، يعني ولنا في الصين والكوريا واليابان عبرة دول الخليج العربي أوروبا أمريكا قدام أسابيع محدودة إن شاء الله وتعدي المشكلة، لكنها تبقى الدول الفقيرة هي المشكلة ويستمر فيها المرض، وهذه العقبة اللي تواجه الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. نعم نعم. أذهب إلى المملكة دكتور، يعني إجراءات جديدة تتخذ في سبيل الحد من انتشار كورونا وهو منع التجول عند الساعة الثالثة لثلاث مدن أيضا، وتحديد منع الدخول والخروج أيضا في مكة المدينة الرياض. على ماذا يؤكد هذه الإجراءات الدكتور؟ أخي الكريم، في علم الوبائيات إذا انتشر مرض فهو عادة يتكون من ثلاث حلقات أساسية. الحلقة الأولى هي سلسلة مكونة من ثلاث حلقات. الحلقة الأولى هي المنبع أو الحاضن، هذا غير موجود لدينا في السعودية لأن الخفافيش وما إلى ذلك. الحلقة الثانية اللي هي الناقل، الشخص المصاب الذي ينقل وينشر، وهذه هي المشكلة العظيمة حقيقة. ينتقل للحلقة الثالثة من السلسلة اللي هي المتلقي. في علم الوبائيات نعمل على تكسير هذه الحلقات لكلمه السلسلة. السعودية اتخذت هذه الإجراءات للتركيز كله على الحلقة الثانية وهي ناقلي المرض، لأساس أنهم ما ينقلونه ويعطونه للناس الثانيين. فاتخذت إجراءات صارمة للتسريع للوصول إلى قمة الهرم، وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ في النزول. أنا أتوقع أنه راح يكون قريب جدا. نعم. راح تتنازل الحالات بشكل قوي جدا إن شاء الله. اتخذت الإجراءات بشكل صارم. طيب كيف نعم، خلينا أذهب إلى الطب مباشرة دكتور أكثر بما أنك متخصص في الأمراض المعدية. يعني كيف الآن الشخص أن يقي نفسه من هذا المرض سواء في الأكل، وخاصة كما تعلم دكتور عندما نستخدم الملاعق الأشواك أو غيرها دكتور؟ نعم، لحسن الحظ هذا النوع من الأوبئة طرق انتقال محدودة جدا جدا، يعني هو ينتقل عن طريق الرذاذ، العطاس، الكحال، الشخص قريب، ولكن قد لا تكون مباشرة. يعني مثلا واحد عنده الفيروس وجابت أتاه نوبة عطاس أو كحة، فالرذاذ المتطاير قد يقع على أجسام صلبة مثل الطاولات أو السلالم أو ما إلى ذلك، وهذا يعيش عليها لعدة ساعات، أو قد يكون في الهواء ينتقل إلى مكان ثاني يعني قريب في حدود عدة أمتار، وأيضا يتلقى شخص آخر. فهذه هي يعني طرق العدوى فيه، غير كذا ما فيه. لذلك كما يعني ذكرت وزارة الصحة عدة مرات، المفتاح الأساسي أول شيء التباعد، يكون بينك وبين الشخص اللي قدامك مسافة لا تقل عن متر ونص، والأفضل تكون مترين أو أكثر. الحرص التام على غسل الأيادي باستمرار. يعني واحد طلع ورجع البيت لازم قبل ما تدخل، يعني أو حتى أول ما تدخل لازم تغسل يديك في كل وقت، تغسل يديك. أدوات الأكل، الصحون، الأشياء هذه. أيوة دكتور. اي نعم، هذه يعني يفترض انها تكون مغسوله ومعقب، مغسوله بالماء والصابون، ما تحتاج تعقيم، الماء والصابون كافيه بازاله هذا الفيروس. فاذا اتبعت اساليب النظافه العامه فهي كفيله بعدم نقل العدوى للاخرين بهذه الطريقه. طيب القفاز و ايضا الاشياء الاخرى الصحيه دكتور، يعني او الكمامات، كيف طريقه استخدامها دكتور؟ لأنه أقول لك ليش يا دكتور، كأنه في أخطاء، إحنا كأنه نحن نخطي في استخدامها دكتور. بالتأكيد نعم، خصوصا الكمامات، يعني هناك مبالغة كبيرة جدا في استخدامها، وينصح بعدم استخدامها بكثرة حقيقة. متى تحتاج أو أحتاج أنا نلبس كمامة يعني خارج نطاق الممارسة الصحية؟ إذا كان إنسان نفسه عنده مثلا
رشح او عنده عطاس او عنده كحه يعني ارتفاع في الحراره، ينصح حقيقه ان يستعمل الكمامه وقايه للاخرين. الشخص المتلقي قد يكون في الاماكن المزدحمه جدا او انه يعني هو او هي تعتني بشخص مريض عنده امراض تنفسيه. غير كذا في الاماكن العامه في الطرقات في لا داعي ابدا لاستخدام مثل هذه الكمامات. اما بالنسبه للجلوفز او القفازات فهذه حقيقة يعني لا محاسن تستخدمها، مثلا كما ذكرنا أنها قد يكون الرذاذ يتساقط على الأجزاء الصلبة، فمثلا تكون في مكان عام وإلا في سوبر ماركت ولا شيء تستعملها وإذا رجعت ترميها هذا قد يساعد. نعم نعم. طب الثياب ولا الشمغ يا دكتور عبد الله؟ وأنت تعرف أننا نخالط في العمل مع الزملاء والأخوان في مكان العمل، هل ينتقل إليها الفيروس؟ نظريا قد يقع الفيروس اذا كان زميلك في العمل مصاب وجاله عطاس او كحه وتناثر الرذاذ وصل الى الثوب قد يعلق في الثياب ويبقى عليها ساعات حقيقه. ولكنها يعني هذه نظريه صعبه شوي، لذلك طبعا تحصيل حاصل الشخص اذا دخل المنزل انه يغير ملابسه وخاصة مثلا الحذاء طيب. او الجزمه عزكم الله يعني يعزك ان شاء الله. طيب دكتور، اتت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه في الواتساب وايضا التويتر تقول الوباء يمر عبر اربعه مراحل، وهي مرحله دخول الفيروس من الدول الموبوءه، ومرحله انتشار عدوى بكثافه يكون الفيروس قوي جدا، وايضا الثالث يقول بناء على ما تم انجازه في المرحله الثالثه اما انتهائه هذا الفيروس أو فقدان السيطرة، هل هذا الكلام صحيح دكتور؟ عزيزي هذا هو الكلام اللي ذكرنا في بداية اللقاء حقيقة. بس إنه أصيغ بطريقة ثانية، ما المراحل ما هي بالشكل هذه، يعني إذا وصل انتقلت إلى الحلقة الثانية اللي هي الشخص المصاب الناقل. هذا الشخص أيوة نعم، هذه مرحلة السيطرة، وهنا يعني تأتي نتاجة صرامة ونجاعة الأنظمة المطبقة سيطر على هذه البيئة لا تنقل للطرف الآخر. فكل ما حديته عشان كذا التباعد والحد من حركة الناس، لأن في ناس كثير مصاب ما يعرف أنه مصاب، يعني قد تكون أعراض طفيفة جدا ما يعرف أنه مصاب ويروح ويختلط مع الآخرين فينقل المرض. نعم. يعني لو سمعت اليوم مثلا في إعلان وزارة الصحة كم حوالي 100 شخص كانوا قادمين من الخارج وطوالي عزلوهم، طوالي خلوهم للعزل وثبت إصابة عدد كبير منهم. لو الناس هذول يسمح لهم بالدخول للمجتمع والاختلاط كان نشر الإصابة بشكل كبير جدا يعني. نعم. فالاحتراز واجب. نعم نعم. كان معنا الدكتور عبد الله الحقيل استشاري أمراض المعدية، شكرا جزيلا لك دكتور.